الجميل أنا جاي أبا أكون معك صريح، أنا جاي أعيد ذكرياتي البسيطة، أنا عشت هنا. أبا أقص لك قصة. تفضل. أول 10 أيام جالس هنا كنت أفكر كيف أوزع جهدي على 90 يوم بحيث أني ما أنثر طاقتي أول الأيام وتوهق آخر الأيام. حلو، ركز معي. yeah. جيت أفتش المكان، أسرار كثيرة هنا، مروا على هالقرية ملايين من الجماهير اللي شاهدوها، ومئات بالآلاف من المشاركين والمعدين والمصورين والمنتجين. أول 10 أيام ما لقيت نفسي، جدران تتكلم، منارة مسجد، مربط خيل أو مرتع حلال، وغرف بيبان عتيقة، يا سلام، أشجار، حصى، رمل، أزقة، ركن، أشياء كثيرة. ما لقيت نفسي. طيب كيف يا عبد الله؟ قمت أتمشى هنا أذكر بالحالي، جت على بالي أصنع لنفسي مكان حلو عشان أقدر أدخل جو. بالفعل شفت المكان ذا فاضي، شفت المكان ذا فاضي. حلو. راحت 15 يوم ما حد تفاعل في المكان هذا، قلت هذه حياتي، هنا مكاني، هنا انطلاقتي، هنا هوسي، هنا جنوني. يا سلام، والله تحية لك. رحت وكلمت من اللي يقدر يواكب الرتم معي هنا، وطالع في الشباب كلهم فيهم الخير والبركة، حسيت صالح. حلو. يواكب الرتم اللي معي، إلا أن الرتم اللي معي صعب ترى مواكبته. نعم. مو بأنه صعب عشان حلو، لا، صعب لأنه معقد دقيق جدا على مقاييس موحدة. نعم، ويكون نفس تفكيرك نفس الفكرة اللي أنت تفكر فيها. أسلم. رحت صالح قلت أنا بجيب خيمة وبجيب ناقة تصير شريك معي، قال قدام، قلت يا سلام، ضبطت. حلو. بالفعل جبنا الخيمة، ركزت الخيمة هنا. أول ما ركزنا الخيمة وجبنا زوادة وزويد، أقسم بالله ابتسامتي كذا، يا سلام، شعلك دائما تبتسم. والله هنا أنا ليه ابتسمت؟ هنا أقدر أنطلق، هنا أقدر أحقق، وانطلق، هنا أقدر أتفاعل، هنا أقدر أقتحم، هنا أقدر أوسع مداركي. هذا كان يوم إيش؟ يوم 16. 16. هنا أقدر أمدد نفوذي هنا في القرية. لكن رجعت للدائرة الأولى، عبد الله أنت في قرية جميلة وفي منافسة، لازم توزع القوة. طيب بديت أتفاعل مع الخيمة حبة حبة، مع الناقة زوادة وزويد حبة حبة، كتبت في زوادة وزويد بيت. حلو. زويد وزوادة لهم مكانة كبيرة ومقدار ما هو بعادي، اللي شفتهم طاح همي وغمي، وغنيت بيتين والراس قله. ما تعي انه زواد اطرحت هم المكان المغلق ولنا كلنا، هذا فضل الله. هنا بديت انا اجلس ويجيني فيصل شهري، صالح، انس الشمري، سالم، وكملوا الجلسة وكملوا الانس، الدلبج، الشباب كلهم. طيب من اللي ما توقعت انه بيركب مع الجو؟ فيصل الشهري صاحب الاناقة والرقي والذوق والبرستيج الراقي. إيه؟ يعني برستيج فيه لطافة. هنا برستيج نظيف وجميل لكن فيه طابع بداوة. حلو. ايوه. ما فيصل ممكن فيصل ما يركب الجو. جاء فيصل جلس هنا اول يوم، قلت فيصل يمكن جامل لاني يحبني، انا اذن فيصل يحبني. اليوم 18 كان، اليوم اللي بعده فيصل جاء. ايوه. اليوم اللي بعده فيصل جاء، اليوم 22 فيصل غنى، يا سلام، اليوم 23 فيصل صارت الجلسة هنا رسمية يغني. الله. تعرف ليش؟ لأني أنا أحب، أنا من الناس اللي أحب البر والمزيون، أحب البر والمزيون، أحب البدوي والأوطان، أحبك وأنت وأحبك هم ما يدرون، هلي ولا أهلك ولا الجيران، أحب البر والمزيون، أحب البدوي والأوطان،
عشان كذا انا لقيت جو هنا والله استرى. اول شيء يقول لك اللي اجمل من المكان جلاسه يا حبيبي. فلقيتك جالس في ذا المكان اقسم بالله انه مكان اقسم بالله انا لقيت مكاني فجلسه خيمه شبت ضوء قهوه تركي طالع فيه زويد وزواده ما شاء الله البستان جلسه حلوه. شوف خليني بعلمك البستان بس في حاجه لازم تذكرها اللي يوم اللي كان يوم يعني حزين لك لما تقفلت الخيمة بس ابتدت نقطة حلوة. يلا لا روح. أنا ماشي أنا السلسلة أنا جاي هنا استرجع الذكريات. ترى هنا تطورت الفكرة قلت أنا بحط هنا خيمة هنا زوادة وزويد هناك مزرعة سميها بيرحة سويتها خلاص اكتملت الصورة عندي خيمة زوادة وزويد مزرعة يعني أنت في مكان في جميع أطراف الرفاهية بالنسبة لي أنا. حلو. بعض الناس رفاهيته مثلا السفر ولا أنا رفاهيتي الجلسة الحلوة الناقة المزرعة ولا مانع أنك تسافر لكن رفاهيتي أصنعها عندي هنا إذا بشكل أبنوع سافر أروح أجي أطلع كفي عادي بس لازم أصنع رفاهية خاصة فيني أنا. راحت الأيام وتوالت الأفراح وتوالت الانتصارات وتوالت الاقتحام وتوالى أنك تكون حاضر بكل قوتك العقلية والجسدية والفكرية والشعرية والرتبية اللي أنا أعيشها وأحبها. حلو. بإضافة إلى الجمال اللي يشارك جمال فيصل الشهري جمال صالح جمال سالم الشمري جمال أنس جمال بن دعيرم يجي هنا الليل سكر البث كلهم هنا يا الله يا الفرحة يا الله هذه السماء كلها ما تاسع والله. صدق اني عشت دحين جو معك راحت الايام تفاجأت يعني الفرح جاء غلاق للخيام. طيب ليه ايش السبب ليه ايش السبب ايش الهدف استفهامات كثيرة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة او سبع استفهامات أبي جواب عليها السبع استفهامات ما في. طيب سكرت الخيمة كذا إيش الجواب على ليه ما في إيش السبب ما في وإيش القصد ما في وإيش الهدف ما في جواب. بس أحيانا يقول لك وعسى أن تكرهوا شرا وهو خير لك. إيه هنا أنا جاء في بالي أني أضرب الرمح في الأرض وأقول الأرض أرضي والزمان وزماني. إيه تفاجأت أن في جمال قادم. إيه فيصل الشهري شيك عبد الله قلت والله فقدت الله أذكر ذاك اليوم حياتي في القرية قال عشان شو قلت سكرت خيمة وين بلقى سوالفي هجاسي قصيدي الناقة طلع فيها وين بلقى صوت فيصل اللي يجيني يغني هنا وين بلقى ربيع اللي يجي يغني ويقول قصص. تذكر كانت أقماع حاطين أقماع وشريط إيه وشريط كان منظر مقزز للنفسية صحيح. يعني حرام يعني حرام الجمال ده يغلق يا أخي. الجمال الجمال أصلا يحترم. أي والله الجمال من المفترض أن جميع من في الأرض يحترم الجمال. قال فيصل ولا يهمك يا أبوي الله يذكرها شفت خيمتك هذه قلتي قال خليك تقابلها وانت مستانس ويفتتح ركن طرب فيصل الله ويحط المنشورة عليها بوستر. أي صارت الخيمة قدامي وفيصل يغني والشباب جو والخيمة قدامي والناقة قدامي عاد المكان ده ترى استراتيجي شوف العمق والنظرة الوسيعة. تعرف من قوة الوناسة اللي معاك يا عبد الله إنه يوم البرايم حقي وباقي عشر دقائق على البرايم يعني الواحد يكون متوتر ونفسيته تعبانة وداخل برايم ممكن يطلع من القرية وجالس معاك وقاعدين نغني وباقي خمس دقائق على البرايم لدرجة إني طالب الساعة أقول لك باقي خمس دقائق على البرايم ونجري جري. نجري هذه لا هذه لها قصة ثانية هذه قصتها اسمها قصة شوف ثقة فيصل شوف قوة فيصل اللي قبل إبراهيم يغني ويضحك لابس لبدلة ما بعد يتجهز خمس دقايق والله يذكرها باقي خمس دقايق. اي والله رح تغير ثوب تروح تركض وانا رح تمشي لاني كنت لابس إيه؟ هنا عوضني فيصل بوقفته بقصيده بأناقته بضحكته بصوته الحلو هذا من طيبك والله. ايه هنا انا اضطريت ارجع للرتم اللي انا احبه اللي هو شو لن لا ضعف لا يأس او لا مو بلا يأس ليش لا ضعف مع القوه لا تضعف. طيب ايش رايك ايش رايك في ان اليوم هذا جميل الحين انت رجعت الخيمه واليوم فريق الدعم جاب للزينه والاشعار والقصايد سبحان الله في نفس اليوم الحين
والقصائد والاشعار الحين الزينه جاهزه عندي وباقي اجلس عليها الحين اركبها. نروح بنركبها انا وياك شوف نركبها ونضبطها. اللي اقصده يعني تخيل انا هنا كنت هنا تجيني وازورك وتزورني. انا رجل ارتبط يا سلام بالذكريات يا سلام من اللي والمجمل من اهل الذكريات الا اهل الذكريات. فهذه ترى احيانا اهل الذكريات ترى احيانا الذكريات جمادات ترى العطر صح ذكريات الخيمه هذه لها ذكريات احيانا سياره لها ذكريات احيانا ركن اشياء تفاصيل حتى لو صغيره احيانا ركن في كافي لذكريات اي والله احيانا تدخل لك كافي الركن هذا لذكريات تحكي معك الناس تمشي تسلم عليك ولا تسولف معك ولا الى وانت تشوف الذكريات في الركن هذا حتى لو كان جالس فيها احد ثاني ولا ذكريات يا الله. المهم نرجع لموضوعنا الأساسي. موضوعنا الأساسي عوضني فيصل صارت الأشياء هنا مغلقة بعدين أتيحت انفتحت بس عقب وش عقب ما راح يعني عقب ما فقدت يعني عقب ما انجرحت وفقدت انجرحت يعني جرح تغلق مكان جميل يروح الناقة بحكم رمضان أنا أبغاها تأخذ مكانها أحلى هنا الطعام أقل الأرض هذه مش كويسة راح الزوادة جتني جلسة جديدة جلست هناك صرت مستقل في رمضان هناك مريت أولا من هنا الخيمة طايح هذا كان كذا وهذا كان طايح الأطناب مشدودة المرتع ما في ناقة هنا حسيت بالحنين وطرى علي بيت أحسب عمار الدار يسعود جدران وثر عمار الدار يسعود أهلها الله شوف البيت يقول أحسب عمار الدار يسعود جدران وثر عمار الدار يسعود أهلها فلو كان يدخلية من أهله خلاص زعل الخيمة زعلت الله. والله لقيت ذي طايحة كذا ولقيت ذي طايحة كذا ولقيت الحبال مش مشدودة حسيت أنا زعلانة كيف يا جعداني تخليني كيف تتركني وأنا اللي كنت أحقق لكم نياتك وضحكاتك وسوالفك وقصايدك وجاسك ونومك كيف تتركني وتخليني كذا قلت والله لو أروح أشب النار وأروح أعمرها من جديد وأشد حبلها وأرفع عمودها وأخليها ترجع كما كانت يا سلام يا أخي حتى أشوف حتى سوالفك حتى كذا خاطرك أحس هنا أجمل وأفضل وحتى الاسترسال وانتهرج يمكن أكثر من الجلسة اللي هناك هذا يدل إن هنا لك تحس إن إنك جزء لا يتجزأ من هذا المكان شوف أنا أعطيك وعد إن المكان هذا بالتحديد إني أزوره بشكل مستمر طول حياتي إن شاء الله يعني إذا ما منعت الظروف المكان ذا له ذكريات أتوقع لو خلص البرنامج يمكن يشيلون الخيمة المكان والله انا اشوف انه يخلونه شالوها ما شالوها المكان جميلة له ذكريات الزاوية ذي النظرة اي والله اترك الحين انت الخيمة المكان ذا والزاوية هذه لن تتغير طيلة الحياة بعد توفيق الله الزاوية هذه المكان اللي سارك هنا الجدران اللي مقسمة هنا هذه كلها تعرفني ترى تصدق لو جيت انت مثلا ضيف في البرنامج او مقدم في البرنامج أو في فقرة شعرية حتسترجع ذكريات يا عز الله حتى لو خيمة شالوها حتيجي هنا حتأخذ لك لفة طالة تقول يا الله يا وقت مضى لو هي بيدينا ما تروح أنا أول أغني الأماكن كلها لا خلي أماكن في حقتنا الجديدة إيش قلنا كل الأماكن لنا كل الأماكن لنا هناك ولا هنا كل الدروب إنا دروب